كل بطل في حدوتته بيواجه صراعات. صراعك الأكبر مع الأقدار ولا مع نفسك ولا مع المحيطين بيك؟ مع الأقدار. أول صراع مع الأقدار كان إيه؟ أقوى واحد؟ موت أمي. الله يرحمه. الله يرحمه. لما توفت كنت صغير قوي. كان عندي 10 سنين أو 9 سنين حاجة كده. تخطيت القدر ده ولا لسه معلم فيك؟ لا تخطيته، لان انا ابويا ربنا يديه الصحه يعني عوضني، بس يعني كان يظل في حياتي حته اللي هو افتقاد الام. لان امي دي حاجه مهمه جدا، وده حتى في شغلي بحاول دايما اعكسه، لان الام دي اهم حاجه في الحياه. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. قلت على الفنانه سهير المرشدي لما اشتغلت معاك انك حسيت تجاهها بمشاعر امومه ما حسيتهاش قبل كده. ده حقيقي، وانا اتشرفت ان انا اشتغلت مع الفنانه الكبيره استاذ سهير المرشدي، وحسيت ده مع استاذ سلوى عثمان في حق عرب، وانا اتشرفت اشتغلت معاهم والاثنين حسيت لهم احساس الامومه. ف يعني دي حاجه انا افتقدتها من وانا صغير يعني، بس دي اقدار مش 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 بايدي يعني. طبعا. واكيد بتاثر، لان طبعا. لان فكره عيد الام يجي فانت ما تلاقيش الام وبتاع، مهما كانت بقى الدنيا حواليك محسساك ان ما فيش حاجه وبتاع، بس ما فيش، مش هتمشي كده. شعور اساسي وكبير مش موجود. طبعا، فده بيبقى قدر ربنا. بس ارجع واقول انا بحب ابص على نص الكوبايه مليان، ان ربنا اداني اب عظيم